صباح على حضراتكم مشاهدينا الكرام، ووصلنا معاكم لفقرتنا الأسبوعية دنيا الجمال والجديد في مجال جراحات التجميل مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراحة التجميل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اضطرنا النهاردة نتكلم عن موضوع مهم، موضوع النحافة، لأن البعض الحقيقة بيتعامل مع النحافة بطريقة خاطئة، بأكل خاطئ، بتناول أقراص عشان يتخن أو كده، ممكن تسبب مشاكل صحية كتيرة جدا. الأول يا دكتور عايزين نعرف إيه المقصود بالنحافة، وإمتى يعني نصنف إن الشخص اللي قدامنا يعاني من مرض النحافة. النحافة ببساطة شديدة انك انت تقدري تقولي ان وزن الجسم بيقل عن الوزن المثالي بنسبة 15%. الوزن المثالي بالنسبة للطول والنسبة للجنس وبالنسبة للسن بنسبة 15%. لو النسبة زادت عن 20% النحافة تبقى نحالة، يبقى نقول ان هذا الانسان نحيل، معناه ان الوزن بتاعه اقل بنسبة 20% او اكتر عن الوزن المثالي لطوله وسنه وجنسه. طيب هل في انواع للنحافه؟ الحقيقه ده سؤال كويس قوي. النحافه احنا بنقسمها لنوعين، في نحافه خارجيه وفي نحافه داخليه. النحافه الخارجيه انا برضو بقسمها لنوعين، النحافه الخارجيه ممكن تبقى نحافه متوسطه او نحافه زائده. النحافه الخارجيه معناها ايه؟ معناها يا اما كميه الاكل اللي داخله اقل من المطلوب، او ان الانسان بيبذل مجهود وطاقه اكتر من المجهود. فنمسك النوع الاول من النحافه اللي هي النحافه المتوسطه. بنلاقي في النحافه المتوسطه العضلات قويه، الانسان نفسيا وعصبيا كويس، المساله مساله اكل، تظبطي له الاكل يبتدي يتصلح. دي النحافه المتوسطه، دي النوع الاول من النحافه الخارجيه. النوع الثاني النحافه زائده، اللي نلاقي فيه الوزن اقل، قوه العضلات اقل وضعيفه، زائد ان في نفس الوقت نفسيا وعصبيا هذا المريض مهزوز. ده محتاج انه يتعالج الاول علاج طبي وبعدين تبتدي تكملي العلاج التجميلي. ده النحافه الخارجيه. النحافه الداخليه بقى مشاكل كتيره قوي، في طفيليات موجوده عند هذا المريض، في تغيرات في الغدد الصماء موجوده عند هذا المريض، في مشاكل تتعلق باورام موجوده عند هذا المريض، سوء هضم، الاسنان فيها مشكله، العصاره الهضميه بتاعه المعده فيها مشكله، الامتصاص فيه مشكله، ديدان موجوده، طفيليات، انيميا وهكذا. دي اسمها النحافه الداخليه. هل ممكن ترجع النحافه عامه لاسباب تكون وراثيه؟ لو جينا لاسباب النحافه، السبب الاساسي زي ما انت قلتي اسباب وراثيه، في عائلات تتميز بوجود النحافه. الحاجة الثانية التغذية، بنلاقي ان الانسان اللي هو بيعاني من هذه المشكلة الغذاء بتاعه اقل من الطبيعي، وبالتالي هذا الانسان مفيش عنده مواد دهنية في الغذاء بتاعه، كربوهيدراتية، بروتينات باقل. الحاجة الثالثة الوجود الخلل في الغدد الصماء، وبالذات الغدة الدرقية الموجودة في الرقبة، لو كان في زيادة افراز لهرمون الاتروكسين والكلام ده كله ممكن تؤدي الى نحافة. الغدة النخامية الموجودة في قاع الجمجمة، الغدة الفوق كلوية، الغدة الجنسية وهكذا. في اسباب ثالثه تتعلق بما يسمى الحاله النفسيه، بنلاقيها في البنات عند مرحله البلوغ بيبقى في انقباض شديد وقيء شديد بالنسبه للبنت لنواحي نفسيه وعصبيه وحاجات زي كده، وتغيرات هرمونيه في جسمها، ده ممكن يكون سبب. في اسباب ثانيه تتعلق بوجود طفيليات او وجود ديدان، اسكاريس، ميكروستوما، الكلام ده كله، دي ممكن تعمل نحافه. في عوامل تتعلق بالاورام، في انسان يعاني من بعض الاورام الداخليه في داخل جسمه، دي تؤدي الى وجود، يبتدي يبقى شاحب جدا ويبتدي يبقى انقاص في الوزن بطريقه كبيره جدا ويدخل في مراحل النحافه. في الرياضه، الانسان اللي بيمارس رياضه عنيفه، تنس او بيلعب سكواتش، غير الانسان اللي بيمشي مشي بسيطه بيلعب جولف، دي تؤدي نحافه. المجهود الكبير والسهر والنوم والكلام ده كله، الانسان اللي بيشتغل 18 ساعه في اليوم مش زي الانسان اللي بيشتغل 8 ساعات ويريح باقي اليوم وهكذا، دي كلها عوامل تساعد على اسباب النحافه. انما في القمه زي ما انت قلتي العوامل الوراثيه. وبالتاكيد اللي بيعاني من مرض النحافه محتاج نظام غذائي معين، محتاج يعمل تحاليل بشكل دوري. ولكن يا دكتور ايه دور جراحات التجميل في علاج النحافه؟ وخلينا كده نبتدي بنحافه الوجه. تمام. لان ممكن يكون الجسم يعني يرد بس يفضل الوجه فيه نحافه ونحيف. بص سيادتك، جراحات التجميل بتلعب بطريقه من طريقين، يا اما طريقه الحقن يا اما طريقه تركيب الاجهزه التعويضيه. زي ما سيادتك قلت نبدا بحاجه الاولانيه، نبدا بالوجه. نحافه الوجه زي ما انت بتتكلمي، يا اما زي ما كنا عارضين فيلم فيلرز، انك انت بتحقني بعض الفيلرز تحت الجلد
لو انت عندك مشكله في الاقدود والجبهه الانفي زي ما انا شايف دلوقتي قدامي اهو، ده فيلر، حقن فيلر تحت الجلد في مستوى معين، بس عيب الفيلر ان هو بياخد فتره زمنيه اقل. الحاجه الثانيه ان هو مكلف. الحاجه الثالثه كميته قليله، يعني انت بتحقني 1 سنتي. احنا كنا اتكلمنا يا دكتور قبل كده عن الدهون، هل ممكن نحقن الدهون؟ بالظبط، ده الحل الامثل والكبير جدا في علاج النحافه بالنسبه للوجه، للبنات الذات اللي فيهم نحافه، بيكون على الاقل بتاخدي دهون من اي مكان معين من الجسم وتحقنيه على الاقل في منطقه الخدين. تفرق كتير جدا مع الفتى او الفتاه اللي هي موجوده. الحاجه اللي قدامنا دلوقتي ممكن اللي انت شايفاها دلوقتي اللي هي الشفاه. الحقيقه هنا بعض المواد الطبيه المعالجه بهندسه وراثيه زي ما انت شايفه، هذه الماده متدخله مثلا في داخل الشفاه، دي نوع من انواع الفيلرز او نوع من انواع الاجهزه اللي بتتاخد. لو تشوف المنظر بعد ادخال هذه الماده ده تحت مخدر طبيعي، تلاقي المريضه هنا قدامك بتتكلم مع الدكتور وهو بيشتغل وكلام زي كده، وبندخل هذه الماده في داخل الشفاه. الميزه في هذه الماده ان هي بتعيش مع انسجه الشفاه وبتبتدي بتاخد نفس الاحساس ونفس الاماكن الموجوده، وتبص تلاقي بعد العمليه اللي ما بتاخدش 10 دقائق ربع ساعه تغيرت تماما منظر الشفاه وابتدت تعاني من النهايه. هذا هو المنظر بعد ما تدخلي هذه المواد او بعد ما تحقني فيلر او بعد ما تنحدي. دي وقتيه يا دكتور ولا مستمره؟ بتاخد حوالي سنتين ثلاثه وتعيش بيها. اللي انا شايفه قدامك دلوقتي دي الاجهزه التعويضيه. الحقيقه هنا الاجهزه التعويضيه دي كلها موجوده من السيليكون، سواء كانت عن طريق صمام بتحقنيه من الداخل بمحلول ملح، ودي دلوقتي ما بقتش معموله، او سيليكون بالكامل زي ما موجود قدامنا. لما نيجي نتكلم على هذه الاجهزه زي ما انت شايفه مجموعه كبيره من الاجهزه برضو معروضه قدامنا، هذه الاجهزه لازم تكون واخده موافقه الاف دي اي في امريكا او واخده موافقه السي اي في كل الدول الاوروبيه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان هذا الجهاز الجسم يقبله، وجميع الهيئات العلميه العالميه بتقول ان هذه الاجهزه غير ضاره بالجسم. اذا كنت تلاقي الجهاز مكتوب عليه ابروفد باي اف دي اي او ابروفد باي سي اي، هذا الجهاز تستطيع انك تعمليه امن جدا، لان دي كلها الهيئات العلميه اللي بتهتم بصحه الانسان. هذه الاجهزه ممكن نستخدمها كاجهزه تعويضيه بالنسبه للسديد، انك انت بتبقى المشكله مثلا البنت كل شيء في جسمها جميل ومقبول وكل حاجه، وعندها مشكله بينها وبين نفسها، اهم حاجه المريض نفسية. بيرجع مع نفسه بيقول لك انا بعاني من مشكله صدري صغير او حاجه زي كده او ما الى هذا. طبعا دي ليها مشاكل نفسيه بالنسبه للمريض، ليها مشاكل حسيه بالنسبه لاحساسها بعد كده في علاقاتها الزوجيه بعد الزواج وحاجات زي كده، وليها مشاكل تتعلق بالرضاعه بعد كده. فانت لما تيجي تعيدي للشخص ثقته بنفسه بجهاز من خلال جرح مش باين، وتقدري تزرعي هذا الجهاز وتحافظي على الناحيه الحسيه وتحافظي على الناحيه الجماليه وتحافظي على الناحيه الوظيفيه من ناحيه الرضاعه وحاجات زي كده، يبقى اذا انت بتعملي حاجه مظبوطه، ويقدر المريض يكون انسان صالح وياخد ثقه في نفسه ويبقى حاجه جميله. الاجهزه دي يا دكتور بتستخدم امتى؟ في حاله الضمور، في حاله وجود مشاكل صحيه، في حاله التكبير، في اي حالات بتستخدم؟ في كل هذه الحاجات. يعني عاده النحافه، مش عاده، نسبة عالية جدا من البنات اللي بيعانوا من النحافة عندهم مشكلة بالنسبة للسدين، لكن نسبة عالية ما عندهمش أي مشاكل، بالعكس بتبقى البنت كل حاجة في جسمها مكتملة وما فيهاش أي مشكلة. لكن في بعض الحالات اللي فيها عندهم مشكلة معينة بالنسبة لضمور مؤقت أو لحظي أو جمالي بالنسبة للسدين، تقدري تعملي من خلال تدخل تجميلي بسيط هذه الأجهزة اللي تفضل طول العمر. انا يعني شفت حالات بتيجي بتقول لي ان الاجهزه دي تتركب كل 10 سنين تتغير والكلام ده كله، ما فيش حاجه اسمها كده. وعايز اقول لك ان في احصائيه بتقول ان نسبه عاليه جدا من النساء في بلد زي البرازيل قد تزيد عن 50% من البنات بعد مرحله البلوغ في دوله زي البرازيل بيعملوا عمليات تكبير الثدين بهذه الطريقه. معنى كده ان دي حاجه مش بتضر بصحه الانسان وحاجه مش مشكله. مش بقول كده ان اي بنت او اي سيده تلاحظ ان عندها هذه المشكله تقول انا هعمل تركيب للسدين، لا، تبتدي تبص على التحاليل زي ما انت قلت بدايه الحلقه، تشوف تحليلات الدم بالنسبه لها قد ايه، بتشوف التغيرات الهرمونيه في جسمها، الهرمونات بتاعت جسمها موجوده قد ايه، الغده النخاميه شغاله ازاي، الدرقيه، الفوق كلويه، الخلايا الجنسيه وهكذا، كل ده سليم وعندها مشكله نقدر نتعامل كجراحه تجميل. لازم يكون في تناسق كامل لشكل الجسم. ده يخلينا يا دكتور نتكلم عن نحافه الساقين، وده مهم جدا لان ده هيعطي شكل او مظهر جميل للشكل العام. بس خلينا نستقبل التليفونات. معانا الاستاذ سامي من البحيره. صباح الخير يا استاذ سامي. صباح الخير يا فندم. اتفضل حضرتك، سؤالك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور. سؤال يا فندم، انا كان عندي زياده في جسمي 25 كيلو.
اتفضل. تمام يا فندم، سامعني حضرتك كده؟ احنا سامعينك كويس، اتفضل حضرتك. كان عندي زياده في جسمي 25 يا فندم، كان عندي زياده في جسمي 25 كيلو، وبدات انا انظم اكلي مع نفسي كده، وبدات العب رياضه كويس. ايه المشكله؟ المشكله عندك طيب يا استاذ سامي؟ المشكله يا فندم ان انا فضل جسمي ينزل لحد ما وصلت ما وصلت 77 كيلو، يعني تقريبا 16 كيلو زياده، 16 كيلو نزلت 16 كيلو من ال 25 الزياده. طيب حاضر، هنرد عليك يا استاذ سامي. معانا استاذه سميره من القاهره، صباح الخير. صباح الخير. اتفضلي. لو سمحتي، انا عندي بنتي وزنها 110، بس بيطلع لها بقع كتير في رقبتها وفي صدرها بني. مش عارفه اعمل لها ايه يعني، جريت بيها من هنا ومن هنا ومش عارفه اعمل بيها ايه. طيب هنرد عليكي حاضر يا استاذه سميره. طب نرد على سامي الاول، موضوع الرجيم اللي هو عمله وخس زياده عن اللازم. هو نزل 16 كيلو، طبعا هي المشكله الاساسيه لما نزل، هو بيقول انا بنزلت في خلال فتره زمنيه ضيقه ال 16 كيلو. طبعا هنا بنخاف من حاجه واحده، خلي بالك، بنخاف من حاجه اكيوت ممكن تحصل، اللي هو النزول الفجائي للوزن. لازم نطمن على تحليل الكلى، لان دايما الكلى موجوده في الجسم عن طريق دهون، كيس من الدهون بيحيط بالكلى ويحافظ عليها في تجويف الظهر من ورا. فلو انا نزلت نزول مفاجئ للدهون، هيكون النتيجه ان الكليه ممكن الدهون دي تجري بسرعه وتتسحب بسرعه، يحصل ما يسمى بالفلوتنج كيدني. فلوتنج كيدني معناها مشاكل في الكلى، وابص الاقي التحاليل بتاعته ده محتاج ناظر الحاله. انا لا انصح بالانزال القوي جدا العنيف بوجه واحد، لان مره واحده، لانه زي ما بينزل مره واحده ممكن بعد كده يزيد مره واحده، وتكون النتيجه هيبص يلاقي المشكله اللي هي الثانيه اللي بتحصل عندهم، ان بيحصل ترهل جامد جدا بالنسبه لجدار البطن، بالنسبه للذراعين، بالنسبه للساقين، وحاجه زي كده. المشكله الثالثه اللي ممكن تحصل ان بتحصل ستريتش ماركس، بنبص تلاقي علامات خطوط حمراء موجوده في كل الجسم، لان الجلد بيتشد ويرجع ويتشد ويرجع، بيبقى عامل زي اليويو بطريقه معينه، تبص تلاقي خطوط حمراء وابتدت تعمل الستريتش ماركس. عشان كده انا بقول له ان هو يحاول يثبت وزنه عند هذا الوزن، دي حاجه. وبعدين محتاج لمناظره طبيه علشان نقدر نتعامل مع الترهلات اللي ممكن حصلت بالنسبه للجلد. طيب بالنسبه للاستاذ سميره، بنتها عندها وزنها 110 كيلو، المشكله ان بتظهر بقع بني في رقبتها. الحقيقه مش حكايه برقبتها، ده في كل جسمها. هذا الحقيقه البدايه، ان انا محتاج انسق الوزن بالنسبه لهذه الطفله او هذه الانسه، لان الوزن الزايد 110 كيلو على واحده في مرحله البلوغ او مرحله الشباب، دي تكون نتيجتها انها بتعمل خلل بالنسبه للتغيرات والافرازات الهرمونيه، ممكن تعمل تاثير في الدوره الشهريه بالنسبه لها، ممكن تاثر معاها بعد كده في الانجاب. المشكله ان مع حالات السمنه دي مشاكل كتير، احنا اتفقنا قبل كده وقلنا ارتفاع ضغط ممكن يصاحبوا ظهور بقع، ممكن يصاحبوا ظهور هذه البقع اللي محتاجه لتركيبات موضعيه نمره واحد، محتاجه للعلاج بالليزر نمره اثنين. لكن اهم من كده نعرف ايه سبب السمنه، لان ممكن يكون في تغيرات في بعض الغدد بيكون مصاحب ليها ظهور هذه البقع، يبقى مهما نعالج هترجع تاني، مش هترجع، يبقى لازم اعمل تحاليل معينه عشان اطمن لوجود هذه البقع. دكتور اسمح لنا، معنا تليفون استاذه ماجده من سوهاج، صباح الخير. صباح النور، لو سمحتي ممكن اشارك في البرنامج؟ اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي. لو سمحتي، انا عندي حساسيه الكتاريا، عندي حساسيه الكتاريا، سامعاني سيادتك؟ اه سامعاكي. حساسيه ايه؟ الو؟ تمام. طب لو سمحت، انا عندي حساسيه الكتاريا، ده هي اللي بتعمل في جميع جسمي، جميع جسمي، ايديا ورجليا ووشي، ارتكاريا، تطلع بقع كده هوا غليظه كده هوا، وخدتي يعني من سنه 2012 وانا بتعالج من الموضوع ده، لكن للاسف ما لما بستمر بالعلاج لغايه ما انا حاسه نفسي تعبت خالص من العلاج. طيب هنرد عليكي حالا يا استاذه ماجده، بشكرك وان شاء الله ربنا يشفيكي. استاذ عمرو من الجيزه، صباح الخير يا استاذ عمرو. الو. ايوه فندم. ايوه صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل سؤالك يا استاذ عمرو. لو سمحت يا فندم، انا كنت بس عايز اسالك الدكتور بشأن مشكلة عندي في الشعر. لا هو الصوت مش واضح، يا ريت حضرتك تعيد سؤالك تاني بعد إذنك.
بيتكلم عن سقوط الشعر. سقوط الشعر؟ طيب طيب هنرد عليك حاضر يا استاذ عمرو. طيب بدايه الارتكاريا مدمجه الارتكاريا الحقيقه في نوع من انواع الارتكاريا. الارتكاريا عباره عن ايه؟ عباره عن مرض غريب كده شويه بيجي بيكون نتيجته انه بيحصل راش لاسباب كثيره جدا قد تكون تتعلق بالاغذيه اللي بتاكلها او قد تكون تتعلق بدواء بتاخده غلط فتكون نتيجته الارتكاريا او قد يكون ملابس خارجيه بتؤثر وهكذا ايا يكون السبب ممكن تكون عدوى يا دكتور؟ لا قليل ان تلاقي الارتكاريا المصاحبه ببعض الامراض زي الجرب وزي الامل وحاجات زي كده قليل جدا لكن اساسا بتبقى عباره عن غذاء بتاخده في داخل الفم او ادويه بتاخدها من الفم او حاجه بتلامس الجلد من بره بتكون نتيجته ايه؟ ان بقع حمراء بتطلع فوق سطح الجلد بتكون فيها احساس بالحراره وبعدين بتختفي بعد فتره معينه ساعه ساعتين وتطلع في مكان تاني وهكذا. هي قالت ان الحاله مستمره ليها من سنه 2012. الحقيقه في بعض الحالات من الارتكاريا اللي بيكون سببها يا اما طفيليات موجوده في داخل الجسم تلاقي بعض الديدان اسكاريس انكلسوم حاجات زي كده تكون سبب الارتكاريا او بعض الاورام الداخليه تكون نتيجتها انها بتعمل هذه الاعراض او زي ما انا قلت بعض الادويه اللي بتتاخد او بعض الهدوم اللي فيها البوليستر والسيلاستيك والحاجات دي كلها او اغذيه معينه قد تكون مانجو قد تكون فراوله وحاجات زي كده. محتاجه الحاله دي تتناظر بطريقه معينه وتتعمل لها تحاليل معينه عشان نعرف السبب واكيد الحاله هتمشي. سريعا استاذ عمرو اتكلم عن موضوع تساقط الشعر. سقوط الشعر طبعا ده موضوع كبير وممكن نديله حلقه او حلقتين انما هي المساله سقوط الشعر الطبيعي اللي هو بمعدل من 50 ل 100 شعرايه في اليوم وسقوط الشعر المرضي ليه اسباب كثيره جدا قد تكون عوامل وراثيه او قد تكون اسباب بتتعالج زي تغيرات هرمونيه او اغذيه او قد تكون اسباب لا تعالج زي وجود حروق او حاجات زي كده. محتاجه الحاله تتناظر عشان نعرف السبب وحاجات. سريعا يا دكتور نحافه الساقين. نحافه الساقين مسحيه زي ما هنشوف دلوقتي الحل الامثل والاوحد لنحافه الساقين هو عباره عن حقن الدهون في الساقين ويمكن احنا كنا بنعرض حاجات زي كده اللي فيها بتقدري بعمليه بسيطه تدخلي من نقط معينه موجوده بطريقه معينه وتساعد الرجلين انها تكمل. قبل ما الحلقه تمشي الحقيقه نحافه الارداف انا بشوف حالات كتير جدا بيعملوا حقن الدهون للارداف عشان يعملوا هذا الكلام علميا غير موجود وطبيا غير موجود وغير وبالعكس ده ممكن يؤدي الى تكوين خراريج ودمامل والمفضل تماما برضو تركيب الاجهزه اللي احنا عرضناها في اول الحلقه لجمال الارداف بالنسبه للسيدات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور منير وليام لبيب كبير جراح التجميل وهنتكلم عن ايه الاسبوع القادم؟ ممكن نتكلم عن دور جراحات التجميل في علاج اورام الوجه. بشكرك شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام فاصل ونستكمل فقرات وحوارات. صباح الخير يا مصر.